واو عجيب ريحته، عجيب ولا الصيق عجيب ريحته. السلام عليكم، معكم دالا ومقطع جديد. خلونا نشوف نقدر نوصل المقطع 100,000 لايك. كريمه بنت بيده بس كنيتها خير، علي المزيكا انا ماسك عكس السير. شباب رجعتكم بالفلوقات، قروشنا لان اخذنا هذا المكان الجديد اللي هي شقه مؤقته الان ما نخلص فيلتي بديسمبر. شباب لانها فيلا شاريها بفلوسي، شاريها اوكي، يعني الموضوع مو سهل، الموضوع جدا كبير. هذيك فيلا وهذه شقه، فاخذنا هاي الشقه مؤقته. فزي ما انتم شايفين المكان مره حوسه، ما فيها شيء، كنبه غير كنبه، تلفزيون مره صغير، غرفة نوم واحدة، معنا تقريبا ساعة ترى مستنيها. مطبخ مرة حلو كذا، نقدر نمزج ناكل نطلب هارديز اوكي. بس الثلاجة يعني الثلاجة شوي ماشي، الثلاجة اشياء صغيرة ما ادري كيف بنحط فيها اشياء، لازم اشتري ثلاجة جديدة. على فكرة يا جماعة، بس قبل عزوز يقول شيء، ترى تونا مستلمينها قبل ساعة، قبل ساعة مستلمينها، يعني ما بدنا نسوي شيء فيها. يب هنا عندكم دورة مياه، هنا ما في نور. هلو عندنا طاولة طعام، هنا غرفة. شباب هنا في رخمة معلقة مو راضية تنزل، حاولت اوخرها مو راضية. ما في امل، هنا اغراض الكاميرا مع ملابس وما ادري ايش، حوسة. هناك دولابي لسه فاضي ما حطيت فيه شيء. هنا عندنا الحمام، هذا البانيو مرة غريب، نازل على تحت غويط، ما ادري تحس ما ادري كيف كذا جاي، ما ادري يعني تحسني بالارض. بس والله هذه الشقه جدا صغيره، بنقعد فيها كم شهر. صح، بعد في غرفه هناك، غرفه هناك فاضيه، تكون فهمتم تشكون هموم الدنيا وانت قاعد كذا، اخ هموم الدنيا. هنا تقعد تمنتج شويات، تكلم شويات، تكلم الحب. الو نوره، شخبارس شخبارس شخبارس. اوكي نروح سوبر ماركت نشتري اغراض للشقه، نشتري مكانس. يعني كذا تعال عزوز البيو مرنا. اوكي مفتوح الدنيا مغبره، بس بننظفها، بننظف الدنيا نرجع لكم حبايبي. مشينا السوبر ماركت، يلا اوكي يا شباب، وصلنا السوبر ماركت الحين، يلا جاء وقت اننا نتقضى. ناخذ كرتين افضل. اي جيب سبراي، جيب اثنين، جيب اثنين اوكي. الفانيلا، نبي شموع، هذا ما له ريحه غبي، هذا روزبيري ترى، هذا حلو بعد. الله شو حط، خذ خذ، لازم غطى غطى، هذا غطى لل، هذا غطى اللي بناه في الصاله، فانا بناه في الصاله اتوقع، فاحتاج اخذ الغطى. تفاح خذها خذها، تعال اصبر باخذ لي واحد انا بعد. يا شريري بحد هو يو، خذ خذ خذ، اربع خمس كم فاتورة؟ ما اخذنا ولا شيء تنظيف على فكرة. اوه اوه معلش 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 معلش، اخرى عليك. ايوه مكانس، يعني صدعت. معلش معلش تحمل، انت غبي انت، شو يسوي مجنون، وش قاعد يسوي؟ قاعد ادور معك مكنسة يا ابن الحلال، بس نبغى على الاقل هذا. شوف كيف ما يساعدني انا. هلا يا شباب، لا تخبط لا تخبط، 640 راح فلوسي كل صبري. بس والله عيشة غالية، 100 درهم هذه عيشة اسبوع، والله عيشة اسبوع غالي. زي ما انتم شايفين خلاص نخلص، هم يوصلون كل شيء. هاي السوبر ماركت جدا قريب علينا، شيء جدا حلو. الحين نبي نفتح الباب والكاميرا بتغبش، شوف ايش 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 فيك؟ شيك ما قاعد تشوفني، شيك؟ المهم شباب رحنا السوبر ماركت، رتبنا شوية أغراض، في شوية حوسة يعني، بس إنه يتمشى الموضوع. تمشون هنا، حطينا شمعة عشان الريحة حلوة. ومن هنا لسه ما اشتريت شراشف، المفروض اليوم اشتري مخدات وشراشف وكل شيء. هناك ملابس نيفو معلقها، نيفو ممكن تشيل شنط ليه بقى، بس ايش رقم معلش. هنا عندي سيت اب شوي تعبان، بس انه بيتعدل بالمستقبل. هنا عندي حصيصه تحميل السيت اب عشان اي واحد يحاول يتفلسف ويخرب علي. المهم تعالوا هنا، نجي هنا وتشوفون الدولاب. رتبت ملابسي اخيرا شباب، الحين اقدر اختار. بتشوفون صور مره قويه في انستغرام، اذا انتم متابعيني في انستغرام، انا انستغرامي تابعني.
المهم خش بالحمام. شو هذا الحمام الوحيد اللي بالشقه للاسف؟ لا اثنين. في ثاني بس الثاني ما فيه انوار، ايه ما نور خربان. المهم رتبت البرودكت حقتي اللي بحطها بعدين موقع بوتيكات، راح اسوي بوتيك لي انا، الملابس اللي البسها بحطها فيه، الاشياء اللي استخدمها شاري بحطها فيه، كل شيء بحطها فيه. المهم عندي روب الفزاتي بعد ما نطلع من الشاور الفخر. على فكره شباب ايش المهم، هذا عندنا الشاور الفخم، انا ركبت هذا اليوم. اما اي صح ركبت اللي كان هنا. اي شوفوا شاور فخم، اول مره اشوف باثتب جاي على تحت، ماني شو هذا. شوف شباب انا تاكي بلان جبل هذا والله ويرد، بعدين تحس ان الارض شوي غريبه، ما كذا مرتفع. المهم اطلع من الحمام وبس، هنا شوزاتي لسه ما جبتهم، لسه ما جبت شيء شباب، باقي بس انه اشترينا اغراض من السوبر ماركت وي صح صح، ورا المطبخ المطبخ فاهم، اشترينا اغراض من السوبر ماركت، عندنا اندومي كثير، عندنا بطاطسات، حلويات، كولي. هنا عندنا شباب ثلاجه جدا جدا صغيره، ما ادري شو وضعها، ما اعطينا فيها غير هي وين المويه، او المويه برا. المهم بس هذه والله الثلاجه، الثلاجه شوي تعبانه يعني صغيره مره، اقدر اقعد عليها زي كذا. عاد بنجيب ثلاجه كبيره كذا على قد حجم. ما اتوقع لان ما له داعي، بعدين نقلت الفيلا بشتريها. عزوز خلنا نوري الفيو، طف 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 الانوار، كيف طف طف الانوار؟ شوف 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 تعال 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 شوف المنظر شباب، شوف باقي هذه، شوف المنظر يا رب ما يغبش. شوف 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 يغبش صح؟ الله لا والله ما يغبش الا غبش غبش غبش. واو عجيب ريحته، عجيب ولا الصيق عجيب ريحته والله ما شيء. عجيب ريحته يلا قولوا الصيق، عجيب ريحته يلا شموا. المهم شباب الحين احنا بنروح السيتي ووك، لان امس ضيعت محفظتي من غبائي، ضيعت محفظتي، انا اكثر انسان يضيع اشياء، اليوم ضيعت جوالي ولقيته الحمد لله. المهم بنروح السيتي ووك ناخذ محفظتي الضايعه، وبعدين بنروح دبي مول اشتري كم شغله، لان احتاج رينج لايت حق التصوير واشياء زي كذا، كرسي حق المونتاج، وبعدها بروح دراجون مارت. دراجون مارت في كل شيء رخيص وكل شيء كذا غريب جدا، اي شيء تبيه براسك تلاقيه هناك، فمشينا. المهم شباب الحين انا بروح اخذ محفظتي الضايعه، لان اليوم كله قاعد ادفع من بطاقه انا ما ابغى ادفع منه، بس والله قاعد نتمشى انا في الحر صح؟ مره رطوبه، تحس انك حاط كريم كل مكان، حتى شو اسمه الدنبله كل مكان. ابشر من هناك. الزبده شباب ابغى انزل واسوي ابلود المقطع، ماني قادر ماني قادر انام في شيء. خيمه تطلع هي، خيمه تطلع هي يما. لا شباب هذه محفظتي فيها كل شيء كل شيء. يا يا جماعة ببدأ ياخذ البوك، لسه جواله يشحن يما. لا عزيز الشعور مسك ولا اكثر، وش دخلني انا؟ شوف يبغى يشبه فيني عشان اللي ضاع يقول نواف عاد ماسك لابتوبي انا مستحيل انساه يما. لا سبايدر مان سبايدر مان It's similar only, but this is a very. Oh my god! Yes. So good. You will not type when you will play this. Okay, I'll get. Can I remove this? Yeah, you can remove. But okay. This, if it is there, it is very good. Okay. It comes like this, or this is new. Okay, if you will take, maybe. No, it's fine. But someone pick it up to me. Yes, I will. اوكي شباب رجعنا من المول، اشترينا اغراض مره كثير. اول شيء عندك تشوفونه هو البلاي ستيشن 4، ما نقدر نقعد هنا 5 شهور بدون بلاي ستيشن 4، لازم نلعب لازم نلعب، احنا جيمرز. المهم تعالوا غرفه شوي اوريكم حاجه. ثاني شريت كرسي السيت اب، لسه ما جبت شاشه السيت اب، ما جبت شيء، بس حاطه توباتي عشان ما تجيكم مقاطع. شباب واكلمكم موضوع شباب، انا الايام اللي راحت كنت مره مستعجل على تنزيل المقاطع، صار الموضوع لدرجه انه صرت استعجل على المقاطع وما استكن عليها، وكذا اتعب بالمونتاج واتعب بالفكره. نفس ايام اول، تذكرون ايام اول المقاطع كانت
مرة 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 كذا متعوب عليها. فالحين قررت اني ما انزل الا كل يوم سبت الساعة 8 بالليل توقيت السعودية. كل يوم سبت بس. بس نقطة. ما في احد ما في اثنين. سبت. سبت الساعة 8 بالليل. كلكم حطوا ريمايندر بجوالاتكم. حطوا بوست نوتيفيكيشن. الجرس تحت موجود. اضغطوه. وراكم كلكم تشوفون مقاطع الساعة 8 بالليل يوم السبت. لان بجمع كل الاشياء اللي صارت لي بالاسبوع. وراح احط فكرة بالنهاية مثلا طقطقة ولا شيء زي كذا تحدي. بالموضوع. فيب مشينا احنا بركب الليد بركب اشياء مرة كثير بوريكم الشكل النهائي بالاخر شيء. السرير لسه ما انشريت لشرشف. حاولت ادخل دخلت المحل قالوا لي سكرنا لانه وقت جدا متأخر. المهم بكرة بروح نشتري اغراض حق البيت وبتشوفونا بالفلوق الجاي. المهم خلونا نركب الليديز ووريكم الشكل النهائي مشينا. ففهدي مو كذا اشتخرت فيني انا متوحش. ما في راس ما في راس. لا عكس 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 كيف عكس اللي ورا ما تتغطى. لا ايوه لا 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 تحت هذا هذا قدامك بس خلاص هذا جيل. شلون مناسه دقيقه لو بنام كيف بنام دقيقه بس خلنا عاد تعالوا شباب ماني حوريه كني كنقر هنا احط عيالي. هذا خلاص هذا حق هنا هذا حق النتفلكس نشل لما نجيب الناس. المهم شباب الفلوج اللي قاعد تشوفونه هذا كان قبل كم يوم واليوم اضطريت اني اصور هذا المقطع اللي الحين انتم قاعد تشوفونه علشان اقول لكم شيء. بالايام اللي راحت انا قاعد انزل مقاطع رقص وكثير منكم يحسب ان هذا اللي قاعد يرقص هو انا. طبعا الفانز انا ادري انكم قافطين انتم تعرفوني مره مره. الزبدة ان المو فانز لسه مقتنعين ان اللي قاعد يرقص انا. تخيلوا شباب يوم من الايام كنت قاعد على انستغرام وفجاه اخوي يرسل لي هذا المقطع. هذا اللي قاعد يرقص يشبهني بشكل مو طبيعي. فقلت شت لازم اكلمه لازم اطلع وين عايش لازم اعرف عنه كل شيء. مستحيل كذا واحد يشبهني فجاه كذا. فالحين يا جماعه راح اكلمه فيس تايم راح تشوفون انتم بالمقطع. ف انتقلنا على الجوال. Yo, what's up? What's good, dog? What's good, G? Okay, so I'm already like recording and shit. Alright. Okay, so I'd prefer to like if you put the phone somewhere so it doesn't like go all shaky and shit. Wait, let me check. Is it recording? Yeah, it's recording. No, this is not good enough. Oh, perfect. Okay. So I want you to state your name, your age, your hobbies, and your relationship status. My relationship status, alright. Yeah. So I'm 16. My name is Yash. Yash Dior. My hobbies are dancing and dancing. I'm single. Yeah, you know. Ooh, ooh, do that again, do that again. Okay, your relationship status? Single. Guy, girls. I said guys. girls, if you feeling him, you know what I'm saying? You can hit me up in my DMs. Don't worry. Okay, so where do you live currently? I live in Virginia, the States, Reston. What other talents you got? What other talent? Honestly, I just know how to dance. I've been doing that since youngin. Yeah, that's about it. You know, I skateboard something. شفتم شباب اللي بيننا يعني هو يرقص وأنا أرقص يعني شوفوا. أوكي. واثنين نلعب سكيتبورد يعني هالشيء مرة 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 يعني crazy. وأصغر مني سنة. You're 2 years younger than me, right? Yeah. Crazy. Shit. So how did it all start when people started hitting you up? That oh shit, you look like Tyler. Dude, the first person that sent me a video of you was my actual brother and he was like, "Is that you? Is this guy like trying to copy like is stealing videos off your shit and posting it?" I'm like, "No, that's not me." But holy shit, this is scary. So I mean, right now we don't look alike because of my hair. Like I changed the hair color, but like if I do this, hold up.
if I do this and you watch that video of you dancing, holy shit! Literally, like, holy shit! شباب أنا قلت له لو هذا المقطع وصل 250 ألف لايك أنا باخذ طيارة وبروح لدرستن فيرجينيا بصور معاه فلوج كذا جنب بعض. ياش مرة موهوب فقلت له اسمع هذه الموهبة ما يصير بس تحطها بالإنستغرام أحسن لك تسوي لك يوتيوب شانل. فياش سوى يوتيوب شانل راح تشوفونه تحت بالدسكريبشن مرة 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 حلوة بيبدأ ينزل فيها مقاطع. You're gonna start posting there right on your YouTube channel. Yeah. See, he started like understanding me in Arabic. Shit. Guys, I'm gonna stop making content. And if there's like a, red carpet or like a meeting, I'll send Yash. And yeah. So your YouTube channel is gonna be down in the description. When are you gonna post your first video? People wanna know, you know. I'm gonna post it Friday. Okay. Oh, it's Friday. This video is gonna be up on Saturday. So, شباب إذا أنتوا قاعد تشوفون هالفيديو أتوقع إن في مقطع already نزل بقناة ياش. And what was the guy that edits your videos? What's his name? Maxwell. I'm at his crib right now. Oh shit! Is he around you? No. You want me to get him? Yeah. Yo, what's up? Yo, what's good, bro? It's three dialers now. It's not even two. Is that? It's three, shit! Why does everyone have this haircut in Reston? I don't get it! Dude, that's mad hard. Dude, your edits are mad hard. Shit. Thanks, bro. Appreciate it. So, I'm currently vlogging this, and if you want to link anything up, you can hit it with the promo. Yeah, bagwell27 on Insta. Okay, Yash is gonna send me the link. Guys, link راح يكون تحت في الديسكريبشن لحساب الانستغرام حق المنتج. لا تقصرون معاه، لا تقصرون معهم اثنين هم ابغاكم تجددون الدنيا، ابغاكم تورونهم كيف العرب يسوون هذا الموضوع بشكل مو طبيعي. Anyways, Yash, I really appreciate everything. I like what we did. we pranked the shit out of people thinking that it's actually me. And yeah guys, it's the end of the video. I hope you liked it. That's so like, subscribe and favorite. كان معكم Yash. Peace out. I just did your outro. Cause I'm apparently now I'm Yash and he's Dalila. Do the outro. What do I do? Hold on. I don't know. Right, you're a YouTuber now. You have to know how to do that. Peace out. Dude, where is the subscribe? Fucking like this video. Subscribe, like, comment, show all your friends. Peace out. اوكي شباب كذا يكون خلصنا اليوم الاول، خلصنا كل شيء، ركبت الالي ديز. شوف الغرفه صايره مره حلوه. شباب مستوعبين اليوم العصر سلموني المفتاح، الحين الساعه 1 بالليل وانا طول الوقت قاعد اشتغل عليها. كنت بروح بدوي مول محل حيبيع شراشف مخدات للسرير، ما قدرت الحق، قفل علي قال لي معليش الوقت. المهم خليني اوريكم ايش سويت. زي ما انتم شايفين ركبت الالي ديز هنا، الدنيا صايره مره حلوه. هنا مركب ذا الجهاز يشحن فيه كل جوالاتي وكل شيء. هنا شريت شرايح جديدة اليوم عشان استخدم كاميرات ثانية، لأن خلاص شباب بنزل مقطع واحد في الأسبوع وراح أتفنن فيه. المهم خلونا أوريكم بعد سويت. هنا شباب كانت مرايا كذا جدا كئيبة ما فيها شيء، قررت إني أحط عليها نيون قلب النيون، شيء جدا جميل. شوف الليد ورا نواف قاعد يكلم محمد اي كيوز، ان شاء الله يجي قريب. اوكي وبس شباب هنا يكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم، اتمنى ان اعجبكم. تعبنا جدا جدا كثير عشان نوصل المكان اللي احنا وصلنا فيه اليوم. ما توقعت يوم من الايام راح اسكن بالكامل في دبي. هذا مو مقطع استهبال بقعد اسبوع اسبوعين بعدين برجع الرياض، لا شباب هالمره انا قاعد بالكامل. ان شاء الله انا وفهد ندرس هنا، ان شاء الله الفيلا تكون احلى من الشقه تعبت عليها، مع ان ادري اني بس قاعد 5 شهور بشيل اغراضي، بس مهما كان لازم اقعد المكان يكون نفس بيتي. هذه بيتي اللي بالرياض كذا لد وسريري مره كمفي، ما اطلع من غرفتي اسابيع، هذه حياتي. المهم مقطع جديد كل سبت الساعه 8 بالليل. شباب انا اسف ما كان المفروض اسوي اللي سويته، ادري تبون مقاطع اكثر، بس راح تشوفوني متفاعل على سناب شات والانستغرام، فضيفوني عليهم اثنينهم، يعني راح اكون جدا جدا متفاعل فيهم. بس شباب هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم، اذا انتم مو مشتركين بالقناه اشتركوا، واذا انتم مشتركين لا تنسون تفعلون زر التنبيهات. مقطع جديد كل سبت الساعه 8 بالليل. فتاة اليوم اللي فيه قابوني سجن سنتين غصبا عني اقضيها، كريمه بنت بيته بس تقني تخين، علي المزيكا انا ماسي عكس السير دون تبرير انا فاصطير.
غير عايز بحلم برضو بكرة تبقى الدنيا غير ريما بنت بيدة بس كانت نيتها خير.